عاد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح إلى البلاد اليوم بعد زيارته إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس وفد أمني، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية خلال الزيارة أخاه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني وتوسيع أفق التعاون بين البلدين الشقيقين ومناقشة الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة والأمور ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية على عمق العلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشددا على ضرورة زيادة التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والتداعيات التي تمر بها المنطقة.